السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة كان المفروض ينزل لكم من حوالي 3 أو 4 أيام، يعني أول يوم العيد أو ينزل يوم الوقفة، بس للأسف معرفتش أنزله لكم. بس أديني هنزله لكم دلوقتي. فيديو النهاردة هو هدية بسيطة تقدري تعمليها في البيت، تعمليها انتي وأولادك أو تعمليها لأولادك صغيرين أو لأطفال صغيرين أو لحد كبير براحتك. تقدري تعمليها في البيت من حاجات صغيرة. خليني اوريكم بسرعه كده الحاجات اللي هنستخدمها. هنستخدم سكتش او ورق التلوين التخين، وعايزين شفاف، والوان، واقلام تحبير او اقلام اسود، واقلام رصاص، وهنحتاج لدباسه. طيب ازاي بنعمل بقى الاشكال دي مع بعض؟ هتجيبي السكتش كده وتبداي ترسمي عليه الاشكال اللي انت عايزاها او الاطفال بيحبوها، يعني ممكن ترسمي بلالين، ترسمي هلال او قمر، وممكن ترسمي ميني ماوس، ممكن ترسمي فانوس، اللي انت حابه تعمليه تعمليه. ممكن تكتبي عيد سعيد، كل سنه وانتم طيبين، براحتكم. بعدين تلونيه بالالوان اللي انت حباها، الوان ميه او اي الوان انت بتحبيها. انا نفسي بحب اشتغل بالوان الميه، هلون وهعمل الاشكال زي ما انتم شايفينها كده. بعد كده هقص الاشكال دي على القد بالظبط او على حسب انا عايزه اعملها ازاي. اللي هخلي الخلفيه بتاعته ملونه، وفي اللي هخلي خلفيته لونها ابيض عادي جدا زي ما هي. بعد ما قصيتهم كده هجيب الشفافات وهعمل منها شرايح صغيرة. لو تفتكروا كان في زمان انواع بسكوت كده او شوكولاتة ممكن تلاقوا فيها بخت، احنا نعمل حاجة زي البخت كده، نكتب فيها جمل للاطفال او ممكن نكتب فيها جمل عادي كده تحفيزية او حاجة. هنكتب هنا مثلا 4 جمل عشان انا عاملة 4 اشكال، وبعدين هعيد عليهم بالحبر وبعدين اقصهم. هنيجي بقى ازاي نركبهم. هنجيب البونبوني او اي حاجة من اللي احنا عايزين نحطها، وهندبس طرفها في من ناحية في الورقة، ومن ناحية تانية هندبس البخت يعني مستخبي ورا البونبونية، ونكمل الموضوع ده على باقي الأشكال. وبكده ده يكون شكل الهدايا اللي انت عايزه تعمليها. ممكن تعمليها شكلها اصغر لو عندك بومبوني اصغر، ممكن تعمليها اكبر لو عايزه تعملي هدايا اكبر. وده كان الشكل، يا رب يكون عجبكم وعيد سعيد عليكم. ومتنسوش تعملوا لايك، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.